كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة موجودين في تعليق تكبيرات العيد بمسجد الفتح محافظة الشرقية مدينة الزقازيق، موجودين عشان نهني اخواتنا ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. نرسم البهجة على وشوش الاطفال، نوزع هدايا ونوزع شوكولاتة وتوفي، نقول لهم احنا موجودين مع بعض دايما في كل الاعياد، موجودين مع بعض عشان نعمل الاستراتيجية بتاعتنا وبناء الانسان المصري. احنا كمؤسسة حياة كريمة هدفنا مش فقط هو مساعدة الحالات الأكثر استحقاقا، ده هدف كبير بالنسبة لنا وهو الهدف الأسمى، ولكن أيضا بناء الإنسان المصري كتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أهم الأهداف الخاصة بمؤسسة حياة كريمة. ده عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والشعوب العربية دائما بخير وصحة وأمان. أحب أشكر مؤسسة حياة كريمة على هذا التنظيم الجميل وهذه الفعاليات الجميلة في مسجد الفتح في الزقازيق محافظة الشرقية. إحنا كنا النهاردة بنصلي في جامع الفتح في محافظة الشرقية، وأنا مبسوطة بالأجواء والفرحة اللي موجودة في الميادين وفي كل الشوارع، وكل سنة وإحنا بخير ومصر كلها بخير. كل سنة وأنتم بخير وطيبين وبخير، والشعب المصري كله بخير وصحة وسعادة. كنا النهاردة موجودين في صلاة العيد، ومؤسسة حياة كريمة رسمت البهجة على وشوش الأطفال ووزعت بلالين وبونبوني، وحسينا بأمن وأمان في مصر. يا رب دايما تفضل كده، يا رب دايما الأطفال تبقى سعادة ودايما مع بعض الصورة بتحلى وأجمل. صلينا النهاردة في جامع الفتح جنب حضور المحافظ، كان يوم جميل جدا، وان شاء الله يتكرر تاني، وعيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. بهني الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وبهني مؤسسه حياه كريمه على الدور اللي هي عملته النهارده على التنظيم الجميل، واطلعت البهجه والسرور على الاطفال والشباب والكبار.